السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. موضوعنا اليوم عن الفضاء. بالنسبة لكوكب الأرض، فإن الفضاء الخارجي هو المنطقة الواقعة على بعد 100 كيلومتر عموديا على سطح الأرض، والتي سيكون التنفس فيها صعب جدا لقلة الأكسجين، حيث يكون الغلاف الجوي للأرض قد اختفى تقريبا، الأمر الذي يسبب أيضا تغيير لون السماء من اللون الأزرق إلى اللون الأسود حتى لو كان في منتصف النهار، حيث أن جزيئات الأكسجين والنيتروجين هي التي تشتت الضوء ذا الطول الموجي الأزرق الذي يتناغم مع حجمها مسببا لون السماء الأزرق. والفضاء ليس فارغا تماما، بل إنه مملوء بالجزيئات المتناثرة هنا وهناك، ولكنها بعيدة جدا عن بعضها البعض، الأمر الذي يجعل كثافة هذه المادة والتي هي غاز وغبار قليل جدا، وتقل الكثافة كلما ابتعدنا عن مراكز كتل المجموعات النجمية مثل مجموعتنا الشمسية ومراكز كتل المجرات. هنالك 3 أقسام أساسية من العلم تهتم بدراسة الفضاء والسماء، وهي علم الفلك وعلم الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، ولكن واحدة منها مجاله المميز والذي تهتم بجانب معين من الكون. في هذا المقال سنتحدث عن بعض المعلومات العامة جدا عن الفضاء، وخاصة الأجسام السماوية الأكثر شهرة، وبعض الأمور الغامضة في هذا الكون. النجوم هي كرات غازية مضيئة، وتتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، وتحدث فيها اندماجات نووية تولد طاقة وعناصر جديدة مثل الكربون والأكسجين والمغنيسيوم وحتى الحديد، لكن الاندماجات النووية الحاصلة داخل النجوم لا تمتلك الطاقة الكافية لدمج عنصر الحديد وتشكيل عناصر أثقل منه. الحديد هو أثقل عنصر يتم تشكيله داخل النجوم، لكن العناصر الأخرى الأثقل منه يتم تشكيلها في انفجار المستعر الأعظم سوبر نوفا كالذهب مثلا. لذلك لو كان في يدك خاتم من الذهب، فيجب أن تعرفي قيمة هذا الخاتم الحقيقي، حيث تتم صناعته في واحد من أعظم مصانع الكون. من الأمثلة على النجوم وهو أقرب نجم لنا الشمس. الشمس هو نجم تتابع رئيسي من الصنف G2، وتمتلك درجة حرارة فعالة، وهي أقرب نجم للأرض، وتبعد عنها بمقدار وحدة فلكية واحدة. وتتكون الشمس من نفس العناصر الموجودة في الأرض، ولكن بنسب مختلفة، حيث أننا نعرف ذلك عن طريق تحليلنا للطيف الشمسي ومقارنته مع أطياف العناصر الموجودة على الأرض، الأمر الذي أكد لنا أن الشمس والأرض وجميع كواكب المجموعة الشمسية قد تشكلوا من نفس الغيمة السوديمية. ونسبة المواد الموجودة في الشمس هي كالآتي: 71% هيدروجين، 27% هيليوم، 2% عناصر أثقل. بدأت الشمس وكواكب المجموعة الشمسية من غيمة سوديمية هائلة جدا يقاس قطرها بالسنوات الضوئية، وهذا السوديم يحتوي على جميع العناصر الموجودة في الشمس وكواكب المجموعة الشمسية. بدأت هذه المواد تتجمع بفعل الجاذبية لتشكيل لاحقا الشمس في مركز المجموعة الشمسية، وهو مركز دوران المواد في الغيمة السوديمية، وبعد وقت طويل أصبحت الشمس في المرحلة التي نعرفها الآن. وستقضي الشمس 90% من عمرها في هذه المرحلة، أي ما يعادل 10 مليار سنة أرضية. وبالفعل فإن الشمس قد أنهت نصف عمرها، وفي فترة شيخوخة الشمس يكون الهيدروجين قد انتهى تقريبا في قلب الشمس، عندما يبدأ الهيدروجين الموجود في قشرها بالاندماج مسببا زيادة هائلة في حجم الشمس، وبذلك تصبح الشمس عملاقا أحمر، وذلك لأنها بردت بسبب قلة الطاقة المتجمدة في قلبها. ستنهي الشمس حياتها أخيرا بعد كل هذه المدة وفقا لسيناريو الذي مات فيه أسلافها، حيث أنها وبسبب قلة الاندماج النووي في القشرة والمركز ستبدأ بالانكماش لتشهق شهقتها الأخيرة وتتمدد مجددا، ولكن هذه المرة بسبب اندماج الهيليوم، وستبدأ بالتقشر نحو الخارج، أي أنها ستخسر جزءا من المواد المشكلة لها في الفضاء، وستتجمع ما بقي من المواد في المركز ليتشكل قزم أبيض لا يقوى على اندماج الطاقة. نشأة النجوم وتطورها. مثل أي شيء آخر، فإن للنجوم دورة حياتية، وحاليا يوجد جيلين من النجوم،
وشمسنا من الجيل الثاني، وستتطور مثل أسلافها من النجوم المشابهة لها، ولكن يوجد نجم تتطور بشكل آخر، وذلك بسبب كتلتها الأكبر بكثير من كتلة شمسنا أو أي نجم مشابه لها. دورة حياة النجوم الثقيلة: جميع النجوم التي كتلتها 10 أضعاف كتل الشمس أو أكثر ستعيش هذه القصة، حيث أنها ستبدأ بنفس البداية ولكنها ستحرق نفسها في 100 مليون سنة وأقل، وذلك لأن الاندماجات فيها ستكون أكثر بكثير من النجوم التي يشبه الشمس، وستتمدد لتصبح فوق عملاقا أحمر، وستموت هذه النجوم بطريقة مختلفة، حيث أنها ستبدأ بالانكماش، الأمر الذي سيزيد درجة حرارتها مما سيسرع الاندماج ويزيد عددها وقوتها، وسيندمج الهيليوم ليشكل الكربون ثم ليشكل الأكسجين، وستستمر السلسلة حتى تتوقف عند عنصر الحديد، الأمر الذي سيزيد الانكماش، وفي اللحظة التي لا يقوى على مقاومة قوة الجذب للداخل بسبب امتلاء باطنه بعنصر الحديد الذي لا ينتج الطاقة عند اندماجه، سيؤدي ذلك لانهيار النجوم على نفسه في أقل من ثانية، مما سيؤدي لحدوث الانفجار المسمى بالمستعر الأعظم، مخلفا وراءه نجما نيوتراريا أو ثقبا أسود. المجرات: تنقسم المجرات بشكل أساسي إلى عدة أنواع، كالمجرات الحلزونية والمجرات الأهليجية والمجرات غير المنتظمة وغيرها من التصنيفات، وتتكون المجرات بشكل أساسي من النجوم المنتشرة فيها ومن الكواكب التابعة لهذه النجوم، ويوجد في مراكز النجوم ثقوب سوداء وكذلك غبار وغازات. ومن الأمثلة على المجرات الحلزونية مجرة درب التبانة الواقعة على أحد أذرعها المجموعة الشمسية، ويوجد أيضا في كل المجرات كمية مهولة من المادة المظلمة، حيث أن المادة المظلمة تشكل حوالي 25% من مادة الكون. المادة المظلمة: المادة المظلمة هي مادة يؤمن علماء الفلك بوجودها لتعويض النقص الحاصل في كتلة مجرة ما ناتج عن كتلة الغاز والنجوم فيها عند تطبيق قانون كيبلر الثالث، وكمية المادة المظلمة التي يجب أن تكون موجودة لتعويض هذا النقص كبيرة جدا جدا، حيث يمكن القول أن عند نظرك للمجرة ما فأنت لا ترى إلا 10% من تلك المجرة، والباقي هو مادة مظلمة لا تتفاعل مع الطيف الكهرومغناطيسي بأي شكل من الأشكال. ومن هنا جاءت التسمية. يوجد العديد من الأدلة على وجودها، مثل عدسة الجاذبية ومنحنى السرعة الزاوية للمجرة، وسنكتفي بالحديث هنا عن الدليل الأقوى وهو منحنى السرعة الزاوية للمجرات. إنه من معرفتنا بالفيزياء التي تخبرنا أن السرعة قرب مركز الدوران ستكون أكبر منها عند مسافة أبعد من مركز الدوران، فإننا نستطيع القول أن منحنى السرعة الزاوية المرصود للمجرات غريب جدا، إذ أن سرعات الأجسام متساوية تقريبا عند حواف المجرة أو قرب مركزها، الأمر الذي يعني أن لابد من وجود قوة دافعة تدفع الأجسام البعيدة عن المركز لتتحرك بسرعة قريبة من سرعة الأجسام القريبة من المركز. وهنا في حالة المجرات فلن توجد قوة سوى قوة الجاذبية، الأمر الذي يعني وجود مزيج من الكتلة، ولكن هذه الكتلة لا نراها، وهي ما يعرف اليوم بالمادة المظلمة. حتى الآن لا أحد يعرف ما هي هذه المادة حقا، ولكن الأبحاث لا تزال قائمة، وفرصتنا لمعرفة حقيقتها تزداد، خاصة بعد نجاحنا برصد أمواج الجاذبية، الأمر الذي يؤهلنا للدراسة المزيد عن الكون ولكن بطريقة أخرى غير الأمواج الكهرومغناطيسية. ولا تنسى اللايك والاشتراك في قناة عالم المعرفة Knowledge World وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.